خرجنا للشارع التونسي نشوفوا اسكو يعرف وقتاش تسميت النسور بالضبط، علاش تسميت النسور، وقتاش خرجت، واذا كان ما فماش حاجه اسمها نسور شنو كنتوا تسميوا المنتخب الوطني التونسي؟ سيكلير توت سويت. نسور قرطاج، والله ما عنديش فكره. السر في تسميتهم هما لانهم على سموهم على نسور قرطاج نتاع قبل، نتاع قرطاج نتاع الليسا. ربما لانه النسر يسبح عالي في السماء. احنا نقولوا نسور قرطاج معناتها الجيل نتاع 72 تميم والكعبي والعقربي وكذا، هذاك كي سموهم نسور مثال. وقتاش تسميت الامور هذه؟ كي ولات في نيجيريا. والله هذه التسمية ما عندها حتى سر. التسمية قديمة ومشيت هكاك. عندنا السيف، بون السيف في الهوارية، أما السيف كلمة رزينة شوية. والله كنت نسميهم منتخب وطني. كنت نجم نسميها مرسود قرطاج خير. الاسم اللي باش يستحقوا نسور قرطاج. إيه هو تسميت تونس على نسور قرطاج، تقعد نسور قرطاج.